اهلا بيكم. فيديو النهارده هنشوف ازاي نزود قدره كويه اللحام ونرفع درجه حرارتها. كنا عدلنا في فيديوهات سابقه حراره الكاويه وعرفنا ازاي نخفض قدره الكاويه على اساس هنعمل وضع ستاند باي عند عدم الاستخدام، يعني درجه حراره الكاويه لو ثابته و400 درجه او 450 درجه في حاله الستاند باي احنا محتاجينها تكون 200 او 250 درجه. فشفنا ازاي بنعدل درجة حرارة الكاوية ونخفضها حفاظا على سلاح او سن الكاوية وهيتر او سخان كاوية وتوفيرا للطاقة. الفيديوهات دي هسيبها لكم في الديسكريبشن. كذلك عرفنا ازاي نعمل مفتاح تحكم في درجات حرارة الكاوية زي المفتاح ده من 200 درجة ل 450 درجة. دي كلها فيديوهات لخفض او التحكم في درجة حرارة كاوية اللحام. ولكن النهارده لو الكاوية عندك ضعيفة ومحتاجين نزود درجة الحرارة أو نزود القدرة. هنشوف مع بعض النهارده إيه أنواع الكاويات اللي ممكن نزود درجة حرارتها أو نزود قدرتها والأنواع اللي مش هينفع نزود قدرتها وكتير من الملاحظات. فأتمنى نتابع الفيديو للآخر وطبعاً عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعيل زر الجرس ونلتقي بعد الفاصل. معانا ثلاث انواع من كويات اللحام. الكاويه دي زي ما قلنا 60 واط، فاذا عرفنا ازاي نتحكم في درجه حرارتها من خلال المفتاح اللي شفناه في اول الفيديو وهو المفتاح ده، نقدر نزود ونقلل درجه الحراره يعني 200 درجه كده عند حاله الستاند باي و 300 درجه او 350 درجه للحام العادي و450 درجة للحام التقيل أو اللحام اللي محتاج درجات حرارة عالية. طيب عندنا كاوية لحام تاني، دي عملنا لها مراجعة في فيديو سابق هسيبه لكم في ديسكريبشن، دي فيها تحكم في درجات الحرارة. طيب أنا عندي الكاوية دي درجة حرارتها ثابتة، هي شغالة حاليا، أنا سيبها شغالة من فترة عشان نوصل لأقصى درجة حرارة ونقيسها ونشوف درجة حرارتها كام درجة سيليزيوس. فدي بدون اي تحكم في درجات الحرارة، انا محتاج ازود درجة حرارة الكاوية دي لان بلاحظ في بعض اللحامات، يعني اللحام زي ده شغالة معايا كويس ولكن زي ما حضراتكم شايفين اللحام بياخد وقت عشان يحصل انصهار، اهو بدأ انصهار والانصهار مقبول جيد ولكن بياخد وقت. طيب لو لحام زي كده في الارضي ده بياخد وقت اطول والانصهار ما بيكونش انصهار كامل وانصهار جيد زي ما حضراتكم شايفين، لان طبعا الارض عارفين ان هو بيمتص حرارة الكاوية. بدأ ينصهر معانا الازدير وبالتالي الكاوية دي انا بستخدمها في اللحامات الخفيفة فقط، فمحتاج ازود حرارتها عشان تنفع معايا في اي لحام. نقيس في الاول درجة حرارة الكاوية دي ونشوف اقصى درجة حرارة وهي شغالة من ربع ساعة تقريبا، فاعتقد وصلت لاقصى درجة حرارة على وضع قياس درجات الحرارة زي ما حضراتكم شايفين. هثبت السيرمو كيبل على سن الكاوية في الازدير عشان نقيس درجة حرارة دقيقة بالشكل ده. درجة الحرارة وصلت ل 330 درجة، هننتظر دقيقة درجة الحرارة تثبت ونشوف أقصى درجة حرارة ونقيس درجة الحرارة بعد التعديل. أقصى درجة حرارة وصلنا لها حاليا 340 درجة. هنفصل الكاوية وهننتظر الكاوية تبرد وهنشوف التعديل اللي هنعمله. الكاوية بردت، تعالوا نشوف مع بعض هيتر الكاوية. طبعا هيتر سيراميك، ونشوف الدايرة الداخلية للكاوية. زي ما حضراتكم شايفين طرفين الباور، الطرف البني والاسود، واسلاك الهيتر الطرف الاحمر ده والطرف التاني الطرف ده.
طيب الطرف ده واخد باور بشكل مباشر، تعالوا نشوف مع بعض. واضح الطرف البني موصل بيه الطرف ده من الهيتر بشكل مباشر على الهيتر. الطرف التاني وهو الطرف الأسود موصل مع الطرف ده، والطرف ده هو طرف دايود، والدايود واخد كهرباء ممرره للطرف التاني من الهيتر. وطبعا الليد ده ليد انديكيشن موصل بطرفين الهيتر. طيب وظيفة الدايود هي تمرير نصف قدرة التيار او الجهد 220 فولت. نشوف مع بعض الدايرة دي، نوضحها في رسمة بسيطة. طرفين 220 فولت بالشكل ده، طرف موصل من خلال دايود، والطرف التاني موصل مباشر مع الهيتر. هنوصل الهيتر بملف بالشكل ده، ده طرف الهيتر وهنا الطرف التاني مع الدايود، وفي طرف من أطراف الليد من هنا بالشكل ده، مقاومة تقريبا المقاومة 220 كيلو، والليد موصل بالشكل ده. الباور اللي داخل من الموجة 220 فولت، طبعا الموجة 220 فولت ساين ويف بالشكل ده، ولكن اللي داخل على الهيتر والليد هاف ريكتفاير، وبالتالي نصف موجة بالشكل ده. التيار والجهد هنا بيكون صفر، ولكن هنا بيكون 220 فولت ولكن نصف موجة، وبالتالي الهيتر ده بيحصل على نصف قدرة ال 220 فولت. طيب أنا محتاج أزود درجة حرارة الكاوية، وبالتالي أنا محتاج ألغي الدايود. ولكن حد هيقول لي لو لغينا الدايود هندخل ال 220 فولت بقدرة كاملة، وبالتالي الهيتر هيتحرق. الهيتر ممكن هيشتغل معاك على ال 220 فولت، ولكن ممكن 5 دقايق و10 دقايق وممكن يتحرق، لأن هيوصل لدرجة الاحمرار وهو مش مصمم لكده. طيب لو انا محتاج ازود القدرة فممكن الغي الدايود في فترات معينة لمدة ثواني فقط عند اللحام او عند الحاجة لدرجة الحرارة القصوى، وبالتالي انا هوصل هنا بوش بوتون. البوش بوتون ده يضمن توصيل لحظي ما بين طرفين الدايود، وبالتالي هيخرج الدايود لثواني فقط، مدة الضغط فقط على البوش بوتون، وعند ترك البوش بوتون يرجع تاني يشتغل بالنصف موجة أو نصف القدرة. إذا لازم نستخدم البوش بوتون وما نستخدمش مفتاح أوف أون، لأن مفتاح الأوف أون ممكن هيوصل معاك لمدة دقيقة أو دقيقتين، مع الوقت طبعا الهيتر هيتحرق وممكن كمان تنساه، فده هيسبب تلف الهيتر في خلال دقائق معدودة، لأنه مش مصمم للتشغيل المباشر على ال 220 فولت. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل إيه. أنا معايا مايكرو بوش بوتون، بوش بوتون صغير جدا طبعا عشان ينفع يتوصل تحت الجزء الكاوتش السيليكون ده، فمحتاج طبعا أشيل الجزء ده وأعمل ثقب عكس اتجاه الليد. الليد من هنا مع إشارة البيان دي، بالتالي أنا هعمل ثقب هنا أمرر من خلاله طرفين أسلاك. طيب فأنا هنا محتاج ثقب صغير جدا. طيب هنعمل ثقب في الجزء ده وفي الجزء الرابر، وارجع لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده عملنا ثقب صغير جدا، وأزلنا جزء من البلاستيك ده عشان البوش بوتون اللي معانا ما يكونش عالي زيادة على يد الكاوية. وطبعا هنستخدم اسلاك رفيعه عشان سهوله تقفيل الكاويه. هنستخدم سلك رفيع زي ده، سلك شاحن لسهوله التقفيل. طب لو حد سالني السلك ده خفيف بالنسبه لي قدره الكاويه، الشغل فيه ال 220 فولت لما نقول 60 واط، معنى كده ان التيار اللي بيمر اقل من النص امبير، اذا هيشتغل معانا كويس جدا. الهولدر ده لتنظيف سن الكاوية فيه أكتر من مادة
تناسب كل انواع الكويات او سلاح الكويات. عملنا فيديو مراجع ليه في الوصف، فولدر مفيد جدا. هشيل الاطراف التانية دي عشان ما يكونش فيه اي احتمال لحدوث صعق لا قدر الله او اي مشاكل، وهنوصل الطرفين داخل الكاوية بالشكل ده. الخطوة الأخيرة هنوصل طرفين الأسلاك مع طرفين الدايود، طرف من أطراف الدايود من أسفل البوردة والطرف التاني محتاج طبعا أثبت البوش بوتون ده. وهنشوف مكان البوش بوتون بالتحديد ونعمل فتحة مناسبة. هنا مكان ليد الانديكيشن وهنا البوش بوتون. هنعدي البوش بوتون بالشكل ده، هنفتح فتحة هنا بالشكل ده. البوش بوتون معزول تماما اطرافه عن ايدك وانت شغال، وفي نفس الوقت هقدر اضغط زي ما حضراتكم شايفين. طيب نتأكد من توصيلية البوش بوتون مرة اخيرة قبل التقفيل، عشان لو سلك فصل او حاجة. طبعا ده قراية الدايود، لما نضغط على البوش بوتون المفروض يعطي صفرة كده، هيمرر الباور كامل. اذا دايرتنا شغالة. تعالوا مع بعض نقفل ونجرب. كده قفلنا الكاوية، وتعالوا مع بعض نجرب ونشوف. بسم الله، الكاوية شغالة. طيب تعالوا نقيس درجة الحرارة. زودنا قسدير وهننتظر الكاوية تاخد درجة حرارتها الطبيعية أو القصوى، وهنثبت السيربو كيبل زي ما عملنا في الاختبار الأول. زي ما حضراتكم شايفين 340 درجة تقريبا، نفس درجة الحرارة اللي كانت في الحالة الأولى أو التجربة الأولى. هنضغط على البوش بوتون بدون تحريك الكاوية وهنلاحظ ارتفاع وهنشوف درجة الحرارة. كده انا ضغطت على البوش بوتون وهنشوف هل الحرارة تتأثر ولا لا. اذا بتتحرك فالسيرمو كيبل مش ثابت على سن الكاوية، ولكن زي ما حضراتكم شايفين ملاحظين درجة الحرارة بترتفع، وصلت ل 365 وكمان بترفع. اذا هثبت ايدي ونزود قسدير عشان الحركة ما تأثرش على زودنا قسدير. وزي ما شايفين حضراتكم درجة الحرارة وصلت ل 400 درجة وكمان بترفع. وبالتالي أنا لما أكون محتاج درجة حرارة عالية هضغط على البوش بوتون بضع ثواني أثناء اللحام. زي ما شايفين حضراتكم وصلنا ل 425 درجة وممكن توصل ل 450 درجة. هشيل ايدي عن البوش بوتون وهنشوف درجة الحرارة تنزل ولا لا. واضح طبعا درجة الحرارة بتنزل. اذا تجربتنا ناجحة وقدرنا نرفع درجة حرارة الكاويات اللحام، ولكن بشرط ان يكون الهيتر شغال على دايود.
وبوضع او توصيل بوش بوتون زي ما حضراتكم شايفين، بنلغي الدايود مؤقتا. البوش بوتون بيضمن لك تشغيل لحظي للفول باور بتاع الهيتر، وبالتالي ده لا يمثل خطورة على الكاوية. اتمنى يكون فيديو النهاردة فيديو مفيد للناس اللي عندها كاويات لحام بقدرات ضعيفة ومحتاجة تزود قدرة كاويات اللحام، ونلتقي في فيديو وفكرة جديدة ان شاء الله. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.